أتجه الآن إلى الفقرة الأخيرة في البرنامج تويتر، الفقرة الأسبوعية، استعراض أهم ما جاء في تويتر خلال الأيام الماضية. تحدث الأستاذ طارق التويجري عبر تويتر عن العمل في إدارة المنتخبات، حيث ذكر: من أكبر التحديات أن تقبل عملاً في وقت كل الأمور محبطة وغير مهيئة للإبداع، أن تعمل لتعبر المحيط فقط وأي محيط ذلك. هذا ما عمله المسحل محمد. الكرة السعودية بحاجة إلى أهل الفكر الشجعان الذين يخوضون الدرب الشاق ولا يأبهون بالمهرطقين. وجاء تعقيب من أحد المتابعين كالتالي: كلامك ينطبق على ريكارد أيضا، شاهدنا كيف فعل الصغار الفارق أمام الأرجنتين وكانوا أكثر ثقة من جيل المحبطين بعد بطولة آسيا. تحدث الأستاذ أحمد المصيبيح عن ما يدور حول أسعار صفقات بعض اللاعبين، حيث ذكر: سوز الاتحاد لعب مباريات تعد على الأصابع وعاد لبلاده بنفس مبلغ هوساوي تقريبا، ولا يهون مانسو النصر. أيضا في ذات الموضوع تحدث الأستاذ فيصل القحطاني نائب مدير تراخيص الأندية في رابطة دوري المحترفين، حيث قال: رأي بالنسبة لأرقام عقود اللاعبين التي نراها حاليا، أرى لو الأندية دفعت 30% من هذه الأرقام للفئات السنية والبنى التحتية سوف تجني ثمار أكبر. تحدث الأستاذ أحمد الخميس عن ظروف استقالته من مجلس إدارة نادي الهلال، حيث قال: هناك من اعتقد أنه باستقالتي سيفقد الهلال صوته في الجمعية العمومية وأنني لم أهتم بمصلحة النادي، وهذا غير صحيح، لأن العضو يحتفظ بعضويته الكاملة حتى لو استقال من النادي، وفي حال ترشح عضو النادي إلى مجلس إدارة الاتحاد يفقد النادي صوته في الجمعية، ولكن لا يفقد العضو عضويته في الجمعية حسب المادة 21 فقرة 5 من النظام الأساسي. لا يحق للأندية والروابط والهيئات والجهات التي منحت ورشحت ممثل أو ممثلي لعضوية الجمعية استبدالهم قبل انتهاء فترة ولايتهم المحددة بأربع سنوات إلا في حالة الظروف القاهرة كالوفاة أو المرض العضال. أعلن الأستاذ بدر السعيد أمين عام لجنة المنشطات عبر تويتر عن إيقاف اللاعب أحمد عباس، حيث قال: انتهى اجتماع اللجنة التأديبية وصدور قرارها بإيقاف اللاعب أحمد عباس لمدة عامين، وقد تم إعداد بيان إعلامي بهذا الشأن أسوة بباقي الحالات الأخرى. شكرا للزميل معاذ الحميدي. وصلنا يا شباب ولا ما وصلنا؟ وصلنا. طيب إلى إيش بس؟ وصلنا إلى نهاية الحلقة. أشكر ضيفي الكريمين صالح الصالح الكاتب في صحيفة الرياضية، شكرا لكم أبو جان، يعطيك العافية. شكرا لك عادل، الشكر للمشاهدين الكرام، وشكر للزميل سمير هلال. شكرا أيضا للكابتن سمير هلال المدرب الوطني مساعد مدرب الاتفاق سابقا، يعطيك العافية كابتن. شكرا لك أستاذ عادل، وشكرا لأخوي أستاذ صالح. شكرا أيضا لفريق الإعداد، وإذا كان موجود محمد يذكرني، أيضا القحطاني مدير التحرير محمد الشهراني، ومعاذ الحميدي وبرجس القحطاني، وعبد الله الجمهور، وسهل الغانمي. إن شاء الله ما أكون نسيت أحد. شكرا لفريق الإعداد كلهم، شكرا للمصورين، شكرا لمخرجنا اليوم علي المالكي. غدا نلقاكم في حلقة جديدة من الملعب، إلى اللقاء.